السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الغرب، بلا ما ننسى اخواتنا اللي في الغربه. فيديو اليوم عباره عن مفاجاه مدويه وقنبله من العيار الثقيل. يعني عارف شري نهضك نقول له قنبله، سي قنبله بالدليل، قنبله من العيار الثقيل ومفاجاه مدويه وغير منتظره. نسمعوا المفاجاه هذه. وحقيقه مساء الخير، هو حق درك بقاو عامين للعهدة، هل تجيب واحد جديد يجرب ما يجي يتعلم في العهدة؟ وعندنا ديزيشيونس في 2023 المحليين، عندنا لاكاليفيكاسيون اللي يبداو لا كوب دي موند، يعني يستدير هو في هذو اللي راهم يروجوا لهم باش يترشحوا هو الأحسن. هو الاحسن، عنده خبره، عنده من غد الصباح يركب الترا. وزيد حاجه اللي ما على بالهمش الناس، لفاف ما بقاوش فلوس، لفاف تمشي بالريح، راهم عندهم ان ديفيسيت دو 130 مليار. هذو الناس اللي راهم جايين ما على بالهمش كيفاش راح يتهماو. وزيد حاجه في حاليا هذو اللي راهم يروجوا باش يترشحوا هو افضل منهم وعنده خبره منهم، بعيد عليهم. وزيد حاجه، هاني قلت لك تفهمت كان لا دوزيام كوز، هو انه اللي يجي باش يبدا ما يجي يعرف الجماعه، يعرف اللي رواج، يعرف هذه يفضل معاه. نصبحوا في عهد نعاودوا شرف الدين، عام ونص ما دار والو، ما بوجهش من المكتب تاعو، ما شفناش قرار لصالح كرة القدم هزو. وهو من هو يعني بكل صراحة راح يكون يحمي الفريق الوطني ويحمي بالماضي، وعنده خبرة، خدم مع مدربين كبار ولاتوندومي، بشرط لازم يعدل الجمعية العامة. هذه الأولى اللي يديرها في باله، لازم الجمعية العامة يصلحها، يصلح الغلطات اللي في القوانين، ينحي الحقرة من كرة القدم. راهم الناس راهي تبيع وتشري في الاربيتراج، راهي كل شيء يمشي. وزيد حاجة ثالثة، هو رد الاعتبار للمسيرين وللحكام القدماء واللاعبين القدماء، ولازم هو بعد يحذر خليفة في المستوى باش يتربصوا باش يحكموا لا فيدراسيون دون لي بروشان فينير. حماية الفريق الوطني فبتو دير باللي سي لو بلان افريكا، نعاودوا نرجعوا الهيبة تاعنا ونرجعوا سرار ريتابلي كبلاد محترمة وعندها سمعتها في افريقيا وفي العالم. فوك ترجع هذيك الهيبة تاع ما يحقروناش هذو زوس القرمود هذو تاع مروك وتاع تونس وروح. شكرا. ترجع هذيك الهيبة تاع ما يحقروناش هذو زوس القرمود هذو تاع مروك وتاع تونس وروح. شكرا. مثل ما سمعتوا خوتي، هذا اسمه يحيى رئيس اتحاد الشوية، من أكبر معارضين للحاج محمد راوراوا، يعني من أكبر الداعمين لخير الدين زاتشي أيضا سابقا. يعني صدق أو لا تصدق، يحيى يساند عودة الحاج محمد راوراوا. يحيى يساند عودة الحاج محمد راوراوا، رغم اني عندي تحفظ على بعض الكلمات تاعو. زوج القرمود لما يكون خوتنا المغاربه ولا توانسا ما حقوش يقول هذا، رغم انه ممكن قالها بحسن نيه، ولا ما نتهموش الرجل الباطل، يعني ممكن قالها بحسن نيه ولا ما يقصدش يعني حاجه اخرى، ممكن يقصد على لوبي. عنده الحق في هذه، عنده الحق اللوبي المغربي اللي تمركز بقوه بقياده الاقجع. يعني عودة الحاج محمد راوراوا راح ترجع الهيبة تاع الجزائر. نعاود ونذكر، في حالة لو ترشح راوراوا، باش نكونوا واضحين، حد الساعة الأمور ليست واضحة، 50% يترشح، 50% ما يترشحش، باش نتفاهموا. إذا كلام يعني هو، شوفوا نهضروا دوكا لافيريتي، خلينا من نهضروا الحقيقة ونهضروا الصراحة.
بعيدا عن أنه ياحي من أشد المعارضين للحاج محمد روروة، لكن الكلام هذا مش معناه. كاين فارغ كبير على مستوى الاتحادية الجزائرية، أيضا فارغ دولي كبير على مستوى الجزائر، أنها بعيدة على الساحة الإفريقية خاصة. تشوف مقابلة مع زامبيا، جزائر ضد زامبيا، شفت واش دار الحكم؟ كارثة بأتم معنى الكلمة. الحكم كارثة كارثة. جوشوا بوندو يدخل لغرفة تغيير الملابس ويهاجم لاعبي المنتخب الوطني ويضغط عليهم باعتراف الناخب الوطني جمال بالماضي. ما جبتهاش من عندي. إذن سمعة الجزائر ولات ما كانش صح القول، ما كانش. الكلام هذا تاع يحيى ممكن خمم فيه مع روحه مليح وعرف باللي الجزائر خلاص ضعفت وما عادش عندها نفوذ ولا قوة. ما كان والو الجزائر خلاص في الأفريق بح نصح القول. ما كانش القوة، ما كانش الهيبة، ما كانش. أضعف الدول، أضعف الدول في إفريقيا عندها صوتها مسموع عكس الجزائر، صدق ولا تصدق. بلا ما نرجع لقاسامة وجوشوا بوند وقاسامة خاصة، الناس كل شافت، رغم أنه كما قلت نعاود عدنا أيضا جزء من المسؤولية، لكن قاسامة لو جاء عدنا اتحادية قوية وعندها كلمتها مسموعة في الكاف وعندها نفوذ في الكاف ما كانش يدير الشيء هذاك. كان الأقل، أقل حاجة قاسامة يكون حياتي، هذه أقل حاجة يكون عادل. لكن للأسف صرا لي صرا. إذن كلام ياحي يأكد أنه الجزائر راهي ضعيفة وراهي الناس بدأت تنهض وبدأت تدير في الكواليس ضدنا، وإحنا قاعدين نتفرجوا، إحنا قاعدين نتفرجوا ونفريو في مصالحنا باش نخدموا الجزائر ولا نخدموا المصلحة العامة تاع البلاد. لا، كل واحد مصلحتي. اذا رجع الحاج روروة، راني نعاود ونذكر ونقول اذا رجع الحاج روروة وربما راح يكون رجوع نتاعو لم الشمل، لم الفرقاء وكل اللي متخاصمين راح يلمهم ولم الشمل نتاعهم ونخدموا لمصلحه الجزائر ونشوفوا مصلحه الجزائر وما نشوفوش مصالحنا الخاصه. مصلحه الجزائر فوق كل اعتبار، لان صوره البلاد اهتزت. جزائر دوله كبيره، دوله بحجم قاره، يعودوا دويلات صغار في الافريق يمشوا كلمتهم عليها. على الجزائر سي غراف، كارثه شي داروا القاسامه وتاع الحكم اللي في مقابله زامبيا قلت له مسكتوا، وبرجوش وبوندو وغيره وغيره وغيره. علاش؟ لاننا ما عندنا ولا نفوذ في الكاف، لاننا ضعاف، ما عندنا ولا نهضروا على فيريتي سواء روروة ولا غيره. مانيش نحكي على شخص روروة بصفة عامة، لا يجب أن يكون شخص ولو حتى لمدة عام عامين يرجع هذيك الهيبة والمكانة تاع الجزائر، ومن بعدها يكون بديل سواء روروة ولا غيره، بديل يكون واحد مترشح شاب ليحمل المشعل ويكمل في المسيرة ويوصل المنتخب الوطني إلى بر الأمان. الشق الاخر علاقة روروة بالماضي، ما نبقاش نهضر، ما نبقاش نكلم، ما نبقاش. اذا ترشح روروة وفاز، انا قلت اذا ترشح روروة وفاز علاقة السمن على عسل، لان الحاج روروة يعرف العقليات خاصة اللاعبين المغتربين ودارسها مليح. طبيعة حال جمال بالماضي هو لاعب سابق في المنتخب الوطني مغترب ويعرف كيفاش يفكر، وراح يعاونوا ويساعدوا لأقصى أقصى أقصى درجة، لأقصى الحاجة ما تصورهاش. كما يقول المصري لبن العصفور يجيبه له. هذا باش نبين لكم، ولكن لا نعذروا على الديبلوم والمساعدات وعاونوا في التدريب، ما بقاش نعذروا في الهضرة القديمة نعاودوها. أمور واضحة، ما عنده ولا علاقة روروة بكاريزما تاعو، بالعكس روروة ممكن فيه الطابع الدبلوماسي ويسمع الكامل الناس، ولا يعارضه ولا اللي معاه ولا اللي ضده ولا عادي يسمعهم، وعنده واحد الطريقه تاع الاقناع، طريقه تاع اقناع مشروعه، طريقه تاع واحد محنك، انسان قديم يعني في الدومان وعنده خبره دبلوماسي ان صح القول.
إذا ما كان ولا إشكالية بين روروة بالماضي هذا الشيء مفروغ منه. هذا في حالة يعني نقول ونعود في حالة لو ترشح الحاج محمد روروة. إذا في الأخير ملتقنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.